تحية طيبة نقدمها لكم أعزائي المتداولين معرض أسبوع جديد لسوق الفوركس. نواصل ومتلعكم أهم الأحداث المترقبة في سوق الفوركس لهذا الأسبوع. بداية دعونا نتذكر أهم أحداث الأسبوع الفائت ومن ثم نتحول كالعادة إلى عرض ما ينتظرنا في القريب العاجل. تراجع في الأسبوع السابق مؤشر الدولار الأمريكي والمؤشرات الأسهم الأمريكية. بدأ الأسبوع بشكل إيجابي حيث قام المستثمرون بتعديل توقعات الإجماع لأرباح مؤشر إس بي 500 للربع الثالث في يوم الاثنين بمقدار 1.1%. لهذا السبب استمرت مؤشرات الأسهم بالتقدم. صرحت شارلي إيفانس رئيس مجلس احتياطي الفيدرالي شيكاغو بإمكانية قيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لثلاثة مرات قبل نهاية عام 2017. هذه الكلمات دعمت العملة الأمريكية. كما كانت البيانات الاقتصادية إيجابية أيضا. ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي فوق الترقبات. في يوم الثلاثاء بلغ مؤشر الدولار الأمريكي ومؤشرات الأسهم الأمريكية لارتفاعات جديدة وتراجعت فيما بعد نسبة للبيانات الضعيفة. صدر مؤشر ثقة المستهلك بشكل أدنى من الترقبات لشهر أكتوبر. في يوم الأربعاء صدرت بيانات اقتصادية إيجابية. تداءل الميزان السلبي لشهر أكتوبر وارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في شهر سبتمبر في الولايات المتحدة. مع ذلك تراجعت مؤشرات الأسهم واستمرت كذلك حتى نهاية الأسبوع. حدث هذا الأمر على الرغم من تعديل آخر لأرباح مؤشر إس بي 500 إلى 2.2%. من المترقب أن تتراجع بمقدار 0.5% في واحد من شهر أكتوبر. نلاحظ تصحح مؤشر الدولار الأمريكي نحو الأسفل بارتفاع 0.8%. لا يستعجل المشاركون في السوق لشراء أي أسهم في انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة في السنة من شهر نوفمبر. أثقلت طلبيات السلع السنوية المنخفضة لشهر سبتمبر على مؤشرات سوق الأسهم في يوم الخميس. تقدم مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف عقب إعلان ريسك بنك السويدي بمزيد من التيسير الكمي وإضعاف كرون السويدي. في يوم الجمعة صدر ناتج إجمالي قوي للربع الثالث من عام 2019 حيث ارتفع 2.9%. مع ذلك تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى جانب مؤشرات الأسهم الأمريكية. هذا الرد جاء من السوق سلبيا لأخبار الـ FBI بتحقيق حول بريد الإلكتروني لمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. حدث الرئيسي لهذا الأسبوع سيكون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوم الأربعاء وطلبيات المصانع وبيانات إنتاج العمل ليوم الخميس وبيانات سوق العمل ليوم الجمعة. مع ذلك سيستمر صدور أخبار بخصوص أرباح الربعية وأخبار مرشح للرئاسة الأمريكية. عموما هذا نستطيع قوله فيما يتعلق بالأسبوع الجاري. ختاما نتمنى لكم تجارة مربحة مع شركة IFC Markets. طاب توقاتكم وإلى اللقاء.